نعود إلى ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، ومن مقر البرلمان ينضم إلينا مراسلنا في بغداد أحمد مؤيد. مرحبا بك أحمد، ماذا بعد جلسة الأمس، إلى أين يتجه النواب؟ أهلا رويدا، نتواجد منذ ساعات داخل مجلس النواب. الأجواء هادئة على عكس ما انتهت عليه جلسة يوم أمس التي يعني شهدت اعتراضات على إضافة فقرة على جدول الأعمال كانت سببا لرفع الجلسة من دون أن يختار البرلمان رئيسا له. التقينا بعدد من النواب غالبيتهم يرفضون الحديث إلى وسائل الإعلام، لكن بتفاصيل جانبية وبحديث جانبي مع بعض النواب أكدوا بأنهم ينتظرون ضوءا أخضر من الكتل السياسية لعقد جلسة، وبالتالي يعني الاختيار رئيس مجلس النواب داخل البرلمان مرهون بتفاهمات خارج البرلمان بين قادة الكتل السياسية. الاعتراض يتمثل رويدة بإضافة فقرة على جدول الأعمال، تعديل نظام داخلي. كان في السابق هناك قرار للمحكمة الاتحادية، القرار ينص على أن يكون للبرلمان رئيس ونائبيه، وبالتالي بعض الكتل يعني تحديدا من تقدم على سبيل المثال، انه الكل اكد بانه يحترم قرار المحكمه الاتحاديه في وقت استبعاد السيد الحلبوسي عندما كان رئيس البرلمان، لكن لماذا هذا القرار لا يحترم في هذا الوقت ولماذا اثير في هذا الوقت؟ بعض النواب المستقلين اكدوا بان هناك انشقاق واختلاف بين كتل الاطار التنسيقي على الاسمين الذين يعني تصدروا الجوله الاولى، السيد شعلان الكريم والسيد سالم العيساوي. البعض يرى انه هناك عدم اتفاق بين كتل الاطار التنسيقي لمنح الضوء الاخضر للمرشح الذي سيحصل بحسب قرار المحكمه الاتحاديه، مشروط بان يكون هناك نصف زائد واحد، اي نتكلم على 166 صوت يتيح للمرشح الوصول الى رئاسه البرلمان. ما ينتظره البرلمان هو مزيد من التفاهمات السياسية، مثل هكذا مناصب يعني حتما تكون هناك اتفاقات سياسية على تمرير اسم معين. الاعتراض الذي يعني جاء نتيجة تعديل للنظام الداخلي بأنه كما هو معلوم يعني وبحسب النواب أكدوا بأنه هذا استحقاق المكون السني رئاسة البرلمان، بالتالي هذا المكون يشعر بأنه في حال إذا رجعت تسمية هيئة رئاسة البرلمان، فبالتالي منصب رئيس البرلمان سيكون منصب تشريفي، لا يمكن له اتخاذ القرارات لوحده إلا بتوافق بين النائب الأول والنائب الثاني ورئيس البرلمان، وهذا يعني ما تم تعديله في الفترة السابقة. بالتالي يعني هناك اعتراض على إضافة فقرة على جدول الأعمال بهذا التوقيت. الغاية منه وبحسب النواب هو تعطيل تمرير رئيس البرلمان الذي كان يعني من المفترض أن يحسم هذا الموضوع في جلسة يوم أمس، لكن بحسب التوقعات يا رويدة أنه البرلمان سيعقد الجلسة ربما في الساعات المقبلة من هذا اليوم أو في يوم غد على أبعد تقدير، بحسب بعض النواب الذين التقيناهم يعني وأؤكد أنه رفضوا الحديث إلى وسائل الإعلام. البعض يعني مجلس النواب اليوم بسبب تأخر جلسة يوم أمس إلى ساعات طويلة، اليوم عدد كبير من النواب لم يتواجدوا داخل بناية البرلمان. ننتظر التوافقات السياسية وماذا سينتج عن هذه التوافقات، هل ستمرر الجلسة أم ستؤجل الجلسة لكن يعني معلومة مهمة جدا بأنه البرلمان سيستكمل الجولة الثانية، لن يعود لجولة أولى واستقبال مرشحين وتصويت من جديد، ستستكمل الجلسة بأعلى المرشحين الذين صعدوا بالجلسة الأولى، السيد سالم العيساوي والسيد شعلان الكريم. نعم، على أي حال أحمد سنتابع معك المستجدات لو جد جديد. طبعا أحمد مؤيد مراسلنا من مقر البرلمان، شكرا جزيلا.